أخذوك يا أبي. هكذا ينتهي الحال. أم ثكلة وفة فقد عمره، صدمة تتكرر هنا لكن الألم ذاته. حادثة قتل لفتى لاجئ سوري على يد أتراك في محافظة سامسون التركية، طعنات بالسكين أدمت قلب أم على صغيرها، فلا خيار لها إلا المناشدة على مواقع التواصل. ضربوا 3 غرزات في قلبه، صفي دمه، واقف ماله على ولا بالمشكلة ولا لون على بشي، بس عم سبوهن الاتراك، بقولوا لهم انتو سورية لاش انتو هون، انتو وسخين، لا جيتوا على بلدنا، هي بلدنا، انقلعوا منا. حادثة أخرى والحكاية ذاتها، شاب راح ضحية استقواء الأتراك على اللاجئين في مدينة بورصة التركية، وعائلته لا تعرف تفاصيل موت ابنهم بعد. لحد الآن ما شفته، ولا حكوا لنا الدكاترة شلون ميت، ولا بنعرف ايش القصة. فجالهم رسالة انه يعاملوا السوريين معاملة حسنة، اللي كان الشعب واللي كان الحكومة واللي كان وياخذون حق ابني اللي قتل مظلوم، عم يدافع عن حق حر، عم يدافع عن حرمي مظلومة وبدهم يقتلوها وعم يدافع عنا. موت تلو الآخر وسلسلة من جرائم القتل لا حد لها، ففي غضون أقل من شهر قتل 6 لاجئين سوريين في تركيا، جميعهم كانوا ضحايا لجرائم الكراهية بحسب موقع أحوال تركيا. العنف والكراهية لم يقتصرا فقط على اللاجئين في تركيا، بل طال المدنيين في الشمال السوري حيث تسيطر القوات التركية. الأمم المتحدة حذرت في تقرير جديد من عمليات قتل وخطف وسرقة على يد العناصر التركية ضد مدنيين سوريين أغلبهم نساء وأطفال. غيداء السالم، العربية.